بعد إعلان الاتحاد الأوروبي نشر بعثة تابعة له لمراقبة الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في 21 أكتوبر المقبل، دعا نائب رئيس برلمان إقليم كردستان هيمن هورامي رئيس البعثة لزيادة عدد المراقبين في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد. وبحسب بيان لرئاسة البرلمان، فقد شدد هورامي على ضرورة إجراء انتخابات شاملة وحرة وشفافة وبعيدة عن أي نوع من التزوير، مطالبا بزيادة عدد المراقبين في جميع مناطق العراق قبل الانتخابات وأثنائها ومراقبتها بدقة. وأوضح هورامي أنه يتوجب توفير أجواء هادئة للنازحين واللاجئين الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم في مناطقهم بسبب المخاوف من تنظيم داعش الإرهابي، وخصوصا في كركوك وسهل نينوى وسنجار، وكذلك ضمان تصويت حر لجميع الناخبين. ووصل بالفعل 12 خبيرا في الانتخابات من قبل الاتحاد الأوروبي إلى العراق في 28 آب أغسطس الماضي، على أن ينضم إليهم مراقبون آخرون، وستبقى بعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد حتى اكتمال العملية الانتخابية بما في ذلك العد والاستئناف. ويأمل قسم من الأحزاب والمرشحين والكيانات السياسية العراقية بمنع التزوير في الانتخابات المقبلة، وخاصة بعد أن أخذت هذه الانتخابات اهتماما دوليا واسعا، وخاصة من خلال زيادة فرق المراقبة.